النقد ومصطفى لاسارتي بنبارك له في اول بطوله للنادي الاهلي رقم 41. النادي الاهلي مليء بالبطولات. Muy importante. بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا. Hubo muchos momentos difíciles. كان في أوقات صعبة جدا في البطولة دي. Pero bueno, el grupo creció. لكن الفريق قدر يوصل اللي هو عاوزه. Siguió peleando. وحارب لحد ما يوصل لده. Me parece merecido. Muy merecido. وأنا أعتقد إن البطولة دي مستحقة، إحنا كسبناها عن استحقاق. الكل قال النادي الأهلي مش هياخد الدوري السنة دي، الأهلي بعيد خالص. وعلشان يحصل المتصدر من المستحيل. الجهاز الفني قال لا الدوري للنادي الاهلي ومدير الكوره قال الدوري للنادي الاهلي وبالفعل الاهلي اخذ الدوري. لا realidad es que el Ali ganó el campeonato. Sí, por eso digo, a mí me parece merecido. لهذا السبب اعتقد ان احنا نستحق الدوري. Conseguimos un porcentaje de triunfo muy importante, muy alto. احنا وصلنا لنتيجة عالية جدا. Así que bueno, estamos muy contentos. لو كنا سعداء بالنتيجة دي طبعا. كل الجماهير النادي الاهلي. ¿Qué quieres decir para el público del Ali? No, que festejen el fútbol. احتفلوا وافرحوا بالنتيجة دي. الفوتبول te da muchas cosas. الكورة بتديك حاجات كتيرة. No hay momento de felicidad, hay que disfrutarlo. لما يكون في وقت سعيد لازم تحتفل بيه. جماهير النادي الاهلي بتعشق المدير الفني اللي بيجيب بطولات. مصطفى لاسارتي حط رجله او حط قدمه على اول طريق العشق والحب لجماهير النادي الاهلي. Mucho al director técnico que consigue campeonato. Estás en el camino de esos campeonatos. Hay que seguir trabajando. لازم نستمر في العمل. Veremos, ahora hay que disfrutar de esto. نستمتع ونحتفل بالفوز بتاع النهارده. ديالو الجديد اللي ظهر بيه بعد معسكر اسبانيا كان وش الخير على النادي الاهلي. بينتا كي تيينيس كون لا باريا. نو لوك. نو لوك. Te ha dado buena suerte, buen augurio para el equipo. También gané con sin bigote, sin barba. وبرضه من غير دقن وشنب كسبت قبل كده. Dale, gracias.